ينظر إلى جامعة روجافا كصرح تعليمي يهدف لرفض مؤسسات المنطقة بكوادر مؤهلة، كما أن النظام التعليمي فيها يختلف عن باقي الجامعات في سوريا، إذ تتبع نظام التقييم كبديل عن نظام الامتحانات الكلاسيكي المتبع في الجامعات الأخرى. لنتابع التقرير. منذ إنشاء جامعة روجافا عام 2016، سعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن تكون هذه الجامعة الصرح التعليمي الأول وحاضنة لجيل الشباب لتخريج كفاءات تلبي تطلعات واحتياجات المجتمع وتكون رديفة لجامعات دولية مرموقة. ومع بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت إدارة جامعة روجافا افتتاح أقسام جديدة ضمن فروعها لتشمل علم الاجتماع والفلسفة، وذلك بناء على رغبات الطلاب والإمكانيات التي تم توفيرها. تضم جامعة روجافا 13 قسما، وتم إضافة قسمين آخرين هما علم الاجتماع والفلسفة، وذلك بعد مطالبات من طلاب الجامعة، مع العلم أنه وبشكل سنوي يكون لدى الجامعة مشاريع أخرى كافتتاح أقسام جديدة وتطوير الأقسام الموجودة، وذلك بناء على توفر الكوادر التعليمية والإمكانيات. استحداث الأقسام والفروع الجديدة للجامعات في شمال وشرق سوريا يأتي ضمن تطلعات ورغبات الجيل الشاب للوصول عبرها إلى مستويات الجامعات الدولية وخدمة المنطقة بعد تخرجهم. بداية كان لدى الطلاب مطالب بافتتاح عدد من الأقسام الجديدة ضمن الجامعة، لكن لم تكن تتوفر الإمكانيات، والآن تم افتتاحها حيث أنها ستخدم جيل الشباب في تحقيق تطلعات واحتياجات سكان شمال وشرق سوريا، مع وجود رغبة لدى الطلاب بأن تصل الجامعة إلى مستوى الجامعات الدولية. إنشاء توأمة بين جامعة روجافا والجامعات العالمية الأخرى هدف تسعى إليه إدارة الجامعة، لذلك فهي توجه الدعوة بين حين وآخر لوفود من جامعات عالمية لزيارتها والتعرف عليها لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل في التعليم. ورغم المصاعب التي تواجه العملية التعليمية ككل بشمال وشرق سوريا من حيث استمرار هجمات التركية ومحدودية الإمكانيات، إلا أنه ينظر إلى جامعة روجافا كصرح تعليمي يهدف لرفض مؤسسات المنطقة بكوادر مؤهلة، كما أن النظام التعليمي فيها يختلف عن باقي الجامعات في سوريا، إذ تتبع نظام التقييم كبديلا عن نظام الامتحانات الكلاسيكي المتبع في الجامعات الأخرى. من شمال شرق سوريا أرحب بمسعود محمد محمد، الرئاسة المشتركة للمعهد العالي للإعلام في جامعة روجافا. أهلا ومرحبا بك سيد مسعود معنا في برنامج حديث اليوم. بداية لنتحدث عن ما حققته هذه الجامعة أو ما قدمته منذ بداية تأسيسها ولغاية الآن. أهلا وسهلا فيكم. بداية منذ تأسيس جامعة روجافا في شمال وشرق سوريا عام 2016، دابت بشكل مستمر على أن يكون النظام التعليمي فيها على مستوى راقي كرديف للجامعات العالمية، وتطلعت بكل إمكاناتها إلى أن تصل إلى المستوى العالمي. طيب، يعني بالتقرير كان في توضيح بأنه النظام القائم بالجامعة هو نظام تقييم وليس نظام امتحانات كلاسيكي، هل لك أن تشرح لنا أكثر عن نظام الدراسة، نظام الامتحانات في الجامعة؟ نظام التعليم يعتمد في جامعة روجافا على نظام التقييم، والنظام التقييمي هو نظام يعتمد بشكل أساسي على الدراسات البحثية وليس على المحاضرات بشكل كمي أو كما نظام الكلاسيكي القديم الذي كان يستعمل في جامعات سابقا. هذا النظام يخضع الطالب فيه لاختبارين على مدار الفصل الدراسي، فكل أسبوع يتطلب من أي طالب القيام بدراسة بحثية عن دراسة بحثية أو ما تسمى بحلقات البحث
ومناقشتها ضمن الحصص المخصصة في الجامعة. النظام يعني بشكل عام يشجع الطلاب على عملية البحث والدراسة بشكل والرجوع إلى المصادر بشكل عام. طيب أيضا يعني من أهداف اليوم الجامعة أن تكون رديفة للجامعات الدولية المرموقة، يعني ما هي الخطوات والآليات التي تفعلونها اليوم لتصلوا إلى هذا الهدف؟ الخطوات والآليات التي تتبع جامعة روجافا هي بداية تتبع عدة خطوات. أول الاتصال بالجامعات الدولية والوفود لإنشاء علاقة متينة مع هذه الجامعات. ثانيا بناء الكادر التدريسي المهيئ لكي يكون قادرا على مواكبة التطورات التي تحصل في الجامعات العالمية المرموقة. إضافة إلى هناك اتصالات مع بعض الجامعات، وهناك وفود تزور الجامعة باستمرار لتمكين هذه العلاقات مع جامعات شمال وشرق سوريا بشكل عام، وليس على مستوى جامعة روجافا فقط. يعني في اليوم تعاون بين جامعة روجافا وجامعات دولية معينة، في عملية تبادل الطلاب مثلا عم بتصير سيد مسعود؟ نعم، هناك عمليات لتبادل بعض الخبرات، وأكثر دليل ما أن عندما المحاضر الفيلسوف الكبير عندما ألقى محاضرة في جامعة روجافا نعم شوسومتي في مدرج جامعة روجافا، وشجع الطلاب على تبني وجميع سكان شمال شرق تبني فكرة إدارة الجامعات بشكل أفضل. طيب حضرتك بالرئاسة المشتركة لقسم الإعلام بالجامعة، لو تحدثنا اليوم عن هذا القسم، لو تحدثنا عن الصعوبات التي مررتم بها لغاية الآن، كيف تجاوزتموها، عن مستوى وإقبال الطلاب خاصة لهذا القسم؟ قسم المعهد العالي للإعلام افتتح عام في 2020، وكل سنة تعمد جامعة روجافا إلى فتح أقسام جديدة في الجامعة، وكان من ضمن هذه الأقسام المعهد العالي للإعلام. المعهد العالي للإعلام يركز على الخبرات، كما نلاحظ أن الإعلام خاصة أصبح في متناول هو السلطة التي تراقب وتوصل رأي ومطالب شمال شخص سكان شمال شرق سوريا إلى الرأي العام. ولكي نواكب هذا الطرح لازم يكون لدينا كادر أكاديمي مختص لديه القدرة لوصل هذه معاناة ومطالب سكان شمال وشرق سوريا بشكل أفضل إلى العالم الخارجي. طبعا كانت هناك تحديات، منها نقص في الكادر التدريسي. بصراحة الكادر التدريسي المتخصص، لكن تغلبنا على هذه التحديات باستقطاب كوادر تدريسية تعمل الآن في المعهد العالي للإعلام. بالنهاية أريد أن أسأل حضرتك سيد مسعود، ما الذي تحتاجونه اليوم، تحتاجه الجامعة؟ يعني إلى الآن على ما يبدو بأنه هي تتطور سنة بعد سنة، الآن ما الذي تحتاجونه لتصلوا إلى أهدافكم اليوم من خلال هذه الجامعة؟ الجامعة بحاجة إلى الدعم الشعبي، فالقاعدة الشعبية تكون قوية، لا تكون جامعة قوية إذا لم تكن مدعومة شعبيا، وهذا ما حصل في مفاضلة هذه السنة. كان هناك إقبال شديد على جامعة روجافا، حيث بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 2500 طالب، منهم من سجلوا 1500 طالب سجلوا في جامعة روجافا، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير
ودعم غير مسبوق لجامعات شمال وشرق سوريا. أشكرك جزيل الشكر على كل التوضيح. من شمال وشرق سوريا مسعود محمد محمد، الرئاسة المشتركة للمعهد العالي للإعلام في جامعة روجافا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على طيب وحسن المتابعة، وإلى اللقاء.